هذا الرقم شو يعني لي هذا الرقم؟ وش هذا الرقم؟ عاد شنو هذا الرقم؟ مال شنو؟ ها؟ ما تدرون هذا رقم سيارة واحد صاق على البيت بكو برا هناك. أمزح إياكم. هذه إحصائية في الدفاع المدني حق مجموع الحرائق والبلاغات اللي صارت، مجموع البلاغات اللي صارت في سنة من السنين. تصوروا هذا الرقم 8745 بلاغ. هي تتنوع في كهرباء، في غاز، في حريق، في غرق، في تسرب، في أمور كثيرة، مقفل على سيارة، أمور واجد. هذا الرقم لما أنا أشوفه الرقم بإمكاني أن هذا الرقم أن أنا أنزله، بإمكاني أن شو أسوي فيه؟ أرفعه، صح؟ إحنا كل مرة نسمع عن أمور تصير، حريق صار، بيت تسرب غاز، غرق، هذا هذا هذا، نسمع أشياء واجد. شو يصير؟ أول شغلة شو تصير؟ نجهني اللوم، شو نقول؟ أوكي، إنزين؟ إحنا شو نقول أول شيء؟ نقول ما في تطبيق إجراءات صحة وسلامة. نقول بمصطلح يعني مصطلحنا العامية، نقول الأهل ما يفهمون، الزوجة ما تفهم، الزوج ما يفهم، صح لا مو صح؟ أول ما يصير في أشخاص سمونهم اللي هم عندنا مصطلح نسميه أشخاص وقائيين وأشخاص غير وقائيين. الشخص اللي ينظر أسف الله يعني ينطر إنه يصير حادث بعدين يقول شنو بطبق شنو الإجراءات، شخص ثاني يقول لك لا أنا طبقت إجراءات من زمان. ناخذ مثال الحادث اللي صار اليوم حق جيراننا في البيت، اللي هو الولد اللي توفى الله يرحمه في برجة السباحة رحمه الله عليه. إنزين إحنا هذا بعد أمر الله سبحانه وتعالى، لكن لو من جينا يعني نربط الصورة في كذا صورة منقول نصارت رحلة حق بركة السباحة، هل في مسعفين؟ هل في مسعفة موجودة وياهم؟ هل في أحد متدرب على 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 أمور الإسعافات الأولية؟ هل عندنا منقذ؟ هل عندنا معدات السلام اللي في بركة السباحة موجودة مستوفية يعني اشتراطات الدفاع المدني اللي حين يسوون عليها فحص دوري تشيكونها؟ هذه كل الأشياء نسألها احنا أنفسنا، مو بس ان اخلي زوجتي تروحي او حتى زوجي اخلي ياخذ الجهال وروح بهم، لا انت قبل لا تطلع وياهم انا اقول لك اشياء انت لازم تطبقها، مو تقعد يا الشباب وتنسى الجهال. ساعات بعضنا يقعد سوالف وضحك وقشمره وانا انسى الجهال، او اعتمد على الكبير يجود الصغير، وتتعرفون الجهال يسوي في الماء يربش يربش يناطط هذا، وساعات حتى وقت اللي يغرق انت اساسا ما بتعرف انه قاعد يغرق، بتفكره ويش قاعد يناطط لك الجاهل، صح؟ الحين هني كم واحد فيكم ودى اولاده تدريب سباحه؟ تدريب سباحه جدا ممتاز، شنو الهدف اللي خلاك توديهم؟ منع الغرق. هادين شنو؟ اشخاص وقائيين. يمكن بصرف أنا كم 50 دينار، بصرف 60 دينار، ولا بكرة أقعد أعض شنو أصابع الندم إن فقدت عندي شخص عزيز علي، ولدي أو أخوي أو أختي أو يعني أو إن كان. من كذي إحنا لازم نكون أشخاص شنو وقائيين، نرجع البيت اليوم نقعد نطالع أنفسنا، حمينا عائلتنا بشكل صحيح، نقعد نطالع البيت، بيتنا محمي بشكل صحيح، يعني عائلتي محمية بشكل صحيح، جيت دربتهم، عطيتهم اشتراطات الصحة والسلامة، نقلت لهم معلومة استفدت منها اليوم. زكاة التعليم شنو؟ تعليمه. في آية قرآنية في سورة البقرة رقم الآية 195، معنى الآية شنو؟ يعني تنفق، تنفق انت حق شنو تنفق؟ تنفق حق تنفق في انفاق. بعدين الايه فيها معنى يعني شو لها معنى صاير بس ما اذكرها الحين، بس لكن مع الايه بكبرى يعني اذا انت تنفق انت ما راح تخسر، ما راح تخسر،
راح تستفيد فيها. زين باجي اطالع الصيف، الصيف عندنا حار، سيارات تحترق. زين كم واحد فينا يفحص سيارته الصبح، ياخذ عليها بس كذي مشي كذي بس يطالعها، بس يدور عليها بهالطريقه يطالعها، بس بطل البانيت صبح عليها وسكرها. لو مره في السبوع، مره في السبوع كم واحد فيكم يسوي؟ واحد بيقول لي والله سيارتي انا جديده وكاله مطلعنها، وكاله صح ما تليك، ما صها ضربه من تحت، ما شقحتها برصيف، كل الامور وارده. لا تقول سيارة طالعة من المصنع ما فيها مشاكل، فيها مشاكل، فيها عيوب تصير، عيوب تصنيع، يعني أمور واجد تتطلب منا احنا شو نسوي؟ نفحص. لو بس دقيقة هذه اللفة وفتاح البانية تشيكها دقيقة ما بياخذ من عنده، كذي سريعة لفة كأنك قاعد تسوي رياضة على السيارة وتطالع وانت ماشي. يمكن تشوف تايرك مشقوق تمشي به، يصير انفجار في التاير تنقلب السيارة. هذه واحدة. من فيكم تشيك سيارته، يوديها سيارة قديمة، يوديها حق كهربائي تشيكها، يوديها حق ميكانيكي تشيكها. كم واحد الحين عندكم هني موجودين سيارته فيها طفاية حريق؟ كلكم فيها صح؟ متى شفتون طفاية؟ سؤال صعب له. شوف انزين تودونها تشيكونها، حطيت لك تشيك ليست، احنا نسوي ورقه فحص ان هالشهر فحصت الطفايه، تاكدت ان الجيج ماله صحيح، ما فيها دمج، ميم ليكا، ما في هذه الامور، حجم الطفايه. انت ساعات خلينا نكون واقعي، يعني تجيك يعني يوكن ايش كبره، تعطي طفايه كبر غرشه الماي. احتاج اسوي فيها انا، احتاج ابدل الطفايه، اخذ طفايه شويه اكبر، ابو يعني اخليها ابو كيلو في السياره، لان الطفايه هي حالها نص دقيقه، بعضهم دقيقة نص دقيقة خلاص يعني انتهى مفعول. حجم الحريق، من يبدأ حجم الحريق صغير يتم سيطرة، من يكبر يصعب شنو السيطرة عليه. فمن كذي طلب من احنا ويش نراجع نشوف انفسنا نطالع في امور السفر. كم واحد فيكم سنويا يسمح يعني يروحون يسافرون، يا مقاولين يسافرون، يسافرون حملات يدلين او مكاتب سياحة، يكون ياهم كادر يرشدهم ولا تسكن انت. اول ما توصلون تسألون عن شنو؟ فندق. أول ما توصلون تسألون قابل مفتاح الحجرة، هذا قابل يسألون عنه، حين تغير الزمن عطني ويش رقم الانترنت الباسورد مال أبو الشباب. أول واحد أسأل عنه، وتحصلهم كلهم قاعدين في اللوبي مبسطين كذي قاعدين، كل واحد بالتلفون قاعد ينسون حتى الرقم، حتى شط ما يشيلونها، اللي بينزل أصوار اللي بيسوي. هذا في شغلة مهمة إنه تتطلب مني أنا، إذا الحملة أو الكادر اللي رحت إياه ما عنده إلمام بالصحة والسلامة، ما عنده إلمام بالإخلاء. لا تفكروا أن الفنارق أبو خمس نجوم أبو أربع نجوم أبو هذا لين، بعضها ما تستوفي أبسط اشتراطات الصحة والسلامة أو مخارج الحريق. تروح تفتر وقت اللي يصير تبقى تشيك الطوارئ، تفتر تشوف البيبان مغلقة أو بيبان مقفلة، أو تحصلهم بعضهم مسوينها استورات مخازن. شيكوا في السفر، روحوا شوفوا، حط لك على بابك خارطة موجودة طالحة أوكي، بس هل تابعتها؟ هل شرحت لأهلك؟ خلنا شوي نتذكر أشياء سافرناها، رجع ذاكرتنا شوي لورا نتذكر نشوف هل احنا طبقنا هالأشياء واقعيا؟ لو سمح الله صاد عيالي شيء، لو خاتم روحنا البرجة بروحهم يسبوحهم ما يعرفون يتصرفون، لو غرقوا لو 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 لا آخرة، بعدين كلمة يا ريت ويا ريت يا ريت ما تجيب نتيجة. كم واحد فيكم يروحون رحلات يا الشباب ودلين، سواء عن طريق البار سواء في البحرين، هني يروحون. زين حملت اياك انت ابسط الاشياء تحتاجها، مثل حقيبة اسعافات اولية تحتاجها، لو سمح الله شخص طاح انصاب والله شيء انا عارف اتصرف. فمن كذي احنا نقول دور السلامة والصحة والاسعافات الاولية جدا مهم في حياتنا، هذا الشيء لازم احنا ما نجهله. كم واحد فينا يفحص البيت؟ فحص في الشهر مرة. بعض البيوت ما فيها سيراميك، ما فيها اللي هو القاشدة، فيها شنو كاربت، تحصلون تمديدات الكهربائية تحت وينه؟ تحت السجاد صاير صح؟ طايف هذا طايح عليه شيء، هالكيبل شو يصير فيه؟ يصير دمج. بعد فترة شو يصير؟ يصير عليه لون،
يمكن يصير شوك، يصير حريق عندي في البيت وأنا ما أشوفه. هذا إحنا نسميه الأشياء المخفية اللي أنت ما تدري عنها ما تشوفها. فيتطلب مني أن أنا أمد تمديدات صحيحة، أسوي فحص صحيح. سؤالي لكم الحين، مواد مال التنظيفات وين يتم تخزينها؟ في المطبخ تحت، وينه؟ تحت السنك، عدل؟ أسهل نقطة يوصلون لها منه الأطفال. إذا عندي خدامة جاء طلع حرة فيها، إذا عندي زوجتي يا هي طلع الحرة فيها وطلع الحرة فيها، عدل؟ المهم الحين ما تلاحظون تون ألوان مال المواد المنظفة، بنفسجي، وردي، أزرق، ألوان زاهية تجذب الأطفال، كانها مال حلاوة، كانها مال ده. فتشوف الطفل في باله وايش في مخه، إن هذا شنو؟ مادة حلاوة، سكريات، بيبسي، عصير، يجي لها وبعدين وايش يشربها، صار تسمم وقوم ودى المستشفى وقوم صير صريخ في البيت، صير مشاكل. عشان شنو؟ طريقة التخزين. لازم إذا بخزن أشياء أخزنها بطريقة صحيحة، تكون محكمة، تكون صعوبة وصول للأطفال. بعضهم الله يعزكم يخزنوا فنة في الحمام، في كبت حط لها في الحمام ويترك الأطفال يسبحون، حط فلاش وبيوض مع بعض، تطلع عليك الأبخرة، تجي للجهال مسدحين، صح؟ الحين بعضكم عنده شغالة، وقت اللي أنت تجيبها تعطيها معلومات عن السلامة، عن البيت، عن شيء، لو بس سوي شغل فما لا أرباب في مالهم شغل وخلاص، ما في في أمور صحة وسلامة. أنا بترك عائلتي، بترك بيتي، بترك حلي وحلالي وبمشي. سؤال يمكن طرحتنا في واحدة من المحاضرات، ليش أنت تأمن سيارتك؟ يمكن الشباب اللي في الزاوية موجودين هنا، ليش تم تأمين سيارتك؟ ليش؟ لو قالوا التأمين باكر مو إلزامي تأمين السيارات، ليش إحنا نأمن سياراتنا؟ حق التعويض، حق الخسائر، صح؟ كم قيمة التأمين الحين؟ أبسط شيء 50، 60، 70، هذا اللي كان طرف ثالث، صح؟ سؤال، الله نعم عليكم ببيت أو بيت أبوك أو شقة عندك تملكها في بيت أبوك، هل أمنت عليه؟ سويت تأمين؟ سؤال، سويت تأمين؟ ما حد يسوي، صح؟ التأمين بيحميك، صح، في حملات تساعد وتساهم وكل شيء، بس ليش أنا أكون شخص عبء على الصناديق أو على المحلات دي؟ ليش أنا ما أكون أدفع مبلغ 28 دينار في السنة تأمين بيت مالي؟ 28 دينار في السنة، لو بجمع دينار كل شهر بحصل لي 30 دينار، لو بجمع لي 12 دينار، لو بجمع لي 20 دينار، لو بجمع لي مبلغ أبوي 30 دينار بحط لي دينار ونص، بحط لي بوصل لي عندي مبلغ زين بقدر أمن على البيت وراح أستفيد. كم منكم عنده محل تجاري، محلات تجارية يملكون هنا؟ بعضكم عنده محلات تجارية، هل أمنت عليها؟ سؤال، جواب لا. تدرون ان في التأمين لما تتأمن على 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 املاكك او على محلاتك في تأمين ثاني. انا كان واحد من الصبيان كان نقاش هالسبوع وياه، كان مأمن على محله، على ورشة عنده مأمن عليها، سألته سؤال قلت لي ليه لو صار حريق؟ يقول بيعوضون التأمينات. قلت له حلو، الورشة بتبند يمكن شهر لما خلص تحقيق مالك الامور. قال لي صح. قلت له زين رواتب العمال من راح يدفعها؟ تمساك طالع فيه التأمين، في تدفع قسط زيادة على التأمينات، يأمنون لك ويش حتى تعويض الرواتب تحصلها مال الموظفين مالك اللي ما يشتغلون، صح؟ بتدفع تقسط شوية عالي لكن أنت المستفيد. واحد بيقول إيش بصير إذا صار حريق عندي؟ يصير خير، الله كريم، صح لا مو صح؟ الفحص جدا مهم، الفحص جدا مهم. مقابل سبوعين او سبوع تقريبا بالضبط في جد حبس، في هندي يشتغل في ورشة تكييف، انفجر عليه شنو؟ كومبريسر. شوف لما نقول احنا طبق اجراءات الصحة والسلامة بسيطة لكن الثمن اللي بيطلع بعدين جدا عالي. توقف ورشة، تكدش تحقيق، وتروح تشوف اذا انت كنت مقصر، ودش نيابة، ودش الى اخره. انت كل هذا غني عنه. في قانون في وزارة العمل سنة 2013 قرار رقم 8 ينص على اصحاب المحلات التجارية اللي عندهم املاك
ان يطبقون اجراءات الصحه والسلامه كامله. اذا انسان كان جاهل ما يدري عند القوانين، بكره يصير عندك حادث انت تتحمل مسؤوليه. ما تقول ما ادري اللي في وزاره، ليش ما جيت سالت، ليش ما جيت طبقت انت؟ فطبق قبل لا يطبق عليك.